ما زالت أشواطنا مستمرة، شوطنا تلو الآخر في هذا الصباح المثير في هذا اليوم المبارك. على بركة الله وتوفيقه أعلنت إشارة انطلاقة شوطنا العاشر المخصص للقعدان، أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى صاحب الصدارة وصاحب المقدمة عبد الله شاهين عبد الله بن يطبع العامري، والمركز الثاني لاحظ الوصول والقدوم في هذه اللحظات من اللي تدخل في هذه اللحظات، حامل رقم 3 شاهين أسهيل بن الدحبة بن قنزول العامري، والمركز الثالث لما يدون معني في كشف البيانات اعذروني عن هذا الكشف لم يوضح لي جميع المطايا، لم يسجل معي في كشف البيانات. والمركز الرابع لاحظ الوصول والقدوم في هذا اللحظات اللي تدخلت في هذا اللحظات، هملول مسلم بن الزفنة العامري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان. أعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، أعود إلى التحدي، أعود إلى الرقصة الأولى. الله يا هذا الإثارة، يا هذا التحدي، الله 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 الله، يا هذا المسار. شاهين على الصدارة، على عبد الله بن سهيل بن يطبع العامري، من يتابع هذا الشعار، من يتابع هذا التألق والإبداع. المركز الثاني لاحظ الوصول والقدوم في هذا اللحظات، شاهين سهيل بن الدحبة بن قنزول العامري. لكن شاهين راح بالسلامة، راح بالفوز والانتصار. لكن تابع اللي وصل، تابع اللي تدخل. شاهين سهيل بن الدحبة بن قنزول العامري وصل، لكن شاهين راح بالسلامة، راح بالفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصل في هذا اللحظات، حمر رقم 30 شاهين سهيل بن الدحب بن قزول العامري. نعود بالتوقيت، دقيقتين و11 ثانية و54 جزء من الثانية، فتهانينا على هذا الفوز والانتصار.